بس هنوصي كمان منا انه احنا هنعمل ايه بالارصاد النهارده؟ انا الارصاد من البلكونه. النهارده فعلا والله يا دينا، انا كنت لسه هقول احنا الجو اختلف خالص عن امبارح. خليني احكي كل الناس ولكل مشاهدينا الجو هيبقى عامل ازاي، ونقول لهم كمان هيتصرفوا ازاي. بنجدد التحيه وصباح الفل على كل مشاهدينا. خبراء الارصاد الجويه توقعوا ان الطقس النهارده في القاهره الكبرى هيكون في ارتفاع ملحوظ في حراره الجو، ممكن يوصل لفرق 8 درجات عن امبارح، وهيكون الجو لطيف بالنهار وشديد البروده بالليل، والرياح مثيره للرمال والاتربه. مش معنى كده ان ما دام الشمس طلعت ان احنا ننزل من البيت، لا، احنا ممكن نستمتع بالشمس جدا في البلكونات اللي متاح له، وكمان نفتح الشبابيك ونعرف نهوي بيوتنا علشان ندخل هواء نظيف. الوجه البحري كمان الجو هيكون فيه نفس الموضوع، الجو هيكون مائل للدفء في النهار وشديد البروده بالليل. اما السواحل الشماليه الغربيه والسواحل الشماليه الشرقيه ايضا الجو فيها هيكون معتدل بالنهار وشديد البروده بالليل، والرياح هتكون مثيره للرمال والأتربة. أما جنوب سيناء والبحر الأحمر الجو هيكون فيهم لطيف بالنهار شديد البرودة بالليل، والرياح برضو هتكون نشطة. أما صعيد مصر الجو هيكون فيه حر شوية بالنهار وبارد بالليل، والرياح أيضا من خفيفة لمعتدلة. تعالوا مع بعض نتعرف على بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات. نبدأها من القاهرة العظمى 29 والصغرى 13، الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 12، مطروح العظمى 24 والصغرى 12، بورسعيد العظمى 20 والصغرى 12، طابة العظمى 19 والصغرى 14، كاترين العظمى 17 والصغرى 7، شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 17، الغردقه العظمى 26 والصغرى 16. وعلى غير العاده ملاحظين ان درجه الحراره في القاهره قد تكون اعلى من شرم الشيخ والغردقه. نتحول للفيوم، العظمى فيها 29 والصغرى 12، بني سويف العظمى 28 والصغرى 11، المنيا العظمى 28 والصغرى 11، اسوان العظمى 32 صيف صيف يعني والصغرى 15، الوادي الجديد العظمى 28 والصغرى 11، حلايب العظمى 25 والصغرى 16. معانا